خلينا نقول مولود الثور بقى. اديني بقى في الثور. مولود الثور من الناس اللي ما بتعرفش تعبر عن مشاعرها بسهوله، يعني ما ينفعش يجي يقول لك انا بحبك او بحبك اي طريقه بقى تانية، بمعامله لطيفه، حاجه اندايركت يعني، وما بيحبش يبان ضعيف. المولود الثور من الناس اللي على طول انا قويه، ما بتحبش الضعف ولا انها تبان ضعيف. بياخد وقته جدا في اختيار قراراته، متاني في اختيارات قراراته. خلينا نقول الاول رجل الثور من الرجاله اللي الست لو ارتبطت بيها ما تقلقش ان هو نزوات، ما تقلقش ان هو هنطلق، لا بيحب الاستقرار جدا ويتمسك بحبيبه وزوجه وزوجته ببيته. بيته ليه الاولويه لاخر نفس فيه. ده الثور. رجل الثور. طب ايه بس في ثور بياع؟ لا بصي، لا انا عمري ما شفت ثور ممكن بيع. يكون الضغط عليه قوي عشان يجبره ان هو يبيع، لكن هو كتكوينه طبيعته فطرته لا مش كده، بيحب دايما الاشاده والمدح والاطراء. كويس، يعني كل الستات تتمنى بقى انها ترتبط براجل ثور. ده حقيقي دايما. لما تقولي الازواج اللي برشحهم برشح رجل العذراء والثور والجديل، ثلاث رجاله دول من الناس الثابته يعني في بيوتها. يلا طب امراه الثور، ما انا هقول لك بقى، امراه الثور من الستات الذكيه، عناديه جدا، دماغها ناشفه جدا جدا في كل حاجه، ما تفرضيش عليها راي، هي هتعمل اللي هي مقتنعه بيه. والله لو يعني ما بتحبش الفرد، صعب ان هي تتكيف مع التغيير، يعني ما ينفعش تنقليها من بيت لبيت، لا هي خلاص مستقره روتينيه، حتى تحسي ان الوانهم روتينيه، الابيض الاسود البني الرمادي كحلي. ما تلاقيهاش لابسه مثلا في سفارك، أو لا ما تلبس اللون اللي انت لابسه، ما تلاقيش مولود الثور ابدا تلبس الالوان دي خالص. صعب جدا ارضائه، يعني مش سري، لا يعني بتبذلي مجهود معاها عشان وتعافري عشان تكسبي رضاها. زي ما قلنا بيحب دايما، هو رزين، مش برج عبيط، لا لا خالص، يعني مش برج ياخدك لو انت بتضحك عليه يفضل مكمل، بس هو بيعرف ياخد حقه، بس مخلص جدا، كاتم اسرار، صديق الثور يكتم الاسرار جدا، وكتوم هو بطبعه غير كثير الكلام، يعني تحسي كده قليل حكيم الكلام. يعني حكيم متزل. جدا جدا جدا. فزي ما بيقولنا ما بيحبش يبان ضعيف. في حاجه شويه، هو بيحب الفلوس، مولود الثور ترابي وقوي. يعني ايه ترابي؟ ترابي يعني ارض، وارض يعني صلابه، صلابه يعني واقع عايشينه، فهو واقع يعني القلب والخيال والعالم الاحلام واليوتوبيا مش احلام، ما بيعيش في الاحلام، لا احنا محطوطين في الوضع ده، احنا نوظفه بالطريقه دي، احنا واقفين على الارض. طبيعته الترابيه، طبيعه العنصر المكون منه الثور بتفرض عليه الطبيعه دي، روتيني غير قابل للتكيف. فانا شايفه ان مولود الثور من الناس اللي لو اتخان ست بقى، لو اتخانت مش هتدي الامان تاني خالص، خلاص قفلنا الصفحة، نزلنا الستارة، ما ترجعش تاني لجوزها مهما خد. لا لا، شخصية قوية معتدة بنفسها، مش هترجع، لأن هي بتدي، هي على فكرة الثور مش هو واقعي إلا إن مشاعره عميقة، فهيدي العلاقة هيديها من كل قلبه. جيتي بقى ما قدرتيش اللي أنا اديته ده، خلاص مالكيش فرصة تاني، يسحبه. لا فبالتالي بقى هبة هتقول إيه بقى اللي بتقولها مولودة الثور بقى بتقول إيه؟ طب قوية دي. إيه الأغنية اللي تمثل شخصية الثور؟ احنا كنا قايلين لسه فاكر للست ام كلثوم. يلا يا ستي وديها معاكي. يا خلاص مش هتدي الامان تاني. انسى. انا بس حبيت اقول لك صوتك حلو، كمل. دي شهاده فوق راسي. لسه فاكر قلبي ادي لك امان، ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان؟ لسه فاكر قلبي يديلك أمان، ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان؟ ولا نظرة توصل الشوق بالحنان؟ لسه فاكر كان زمان، كان زمان، لسه فاكر كان زمان، كان زمان.
دور الراجل يرد عليها يقول لها ايه من غير شرح. ما تسالش دور الراجل يرد عليه يقول لها ايه. يلا عشان نسخن المواضيع. وبحبك وحشتيني بحبك وانت نور عيني ده وانت مطلع عيني بحبك موت. لفيت قد ايه لفيت ما لقيت غير في حضنك بيت وبقولك انا حنيت بعل والصوت وكأن الوقت في بعضك واقف ما بيمشيش وكأنك كنت معايا بعدت وما بعدتيش في دم حبيبتي وامي وزي ما اكون بفتدعيش. الله الله بجد يا هلا حلوه فكره الاغاني مع الابراج. اعتقد ان احنا اول برنامج عملها حقيقي. قلدوا بقى انا عايزاكم تكملوا بقى يعني. ايوه تلاقي التيك توك شغال.